السلام عليكم. أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق البدء في منح أذونات الصرف للربع الأول من ميزانية 2017، والتي اعتمدت مؤخرا لتغطية احتياجات المرافق الخدمية في المناطق، لا سيما الصحية والتعليمية منها، وذلك لحلحلة المختنقات التي تواجهها. وأوضح معتيق في مؤتمر صحفي عقد بمدينة صبراتة أن هذه الميزانية ستغطي احتياجات أكثر من 154 مرفق صحي، مؤكدا أنه عند وصول أذونات الصرف لكل المرافق ستنعكس بشكل إيجابي على الحياة العامة للبلاد. مصرف ليبيا وكذلك وزارة المالية قامت بأذونات صرف لجميع البنود اللي موجودة داخل الميزانية فيما يخص الربع الأول من السنة، وهي ستنعكس إيجابيا على كل المرافق الصحية. الجيش الليبي هو جيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، غير ذلك هو أجسام عسكرية خارج سلطة الدولة. هذا وأصدر وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد قرارا يقضي بإصدار تفويضات الترتيبات المالية الخاصة بتسوية ومعالجة مرتبات المتقاعدين لعام 2017. وذكر المكتب الإعلامي لوزارة المالية عبر صفحته على فيسبوك أنه تمت إحالة مخصصات الباب الثاني لجميع قطاعات الدولة، من إدارة الميزانية إلى إدارة الخزانة، للشروع في إصدار الصكوك الخاصة بهذا الباب، ذلك إضافة إلى إحالة المرتبات ضمن الباب الأول وفق منظومة الرقم الوطني وحسب الأسماء الواردة من مركز التوثيق والمعلومات بالوزارة. نناقش هذه الأخبار وأبعادها مع ضيوفنا. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مصراتة أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة عمر زرموح، وعبر سكايب من جنيف الباحث في الشأن الاقتصادي رجب خليل، وعبر الهاتف من طرابلس الخبير الاقتصادي وحيد الجبو. رحب بكم جميعا، وأبدأ معك سيد الجبو. هل لك أن توضح لنا بداية ما المقصود عمليا بمنح أذونات الصرف للربع الأول من ميزانية 2017؟ مساء الخير لكل المشاهدين. الحقيقة هو مقصود به يعني الميزانية الذي قررها المجلس الرئاسي ووافق عليها مصرف ليبيا المركزي هو منح أذونات صرف للربع الأول والمبالغ المخصصة لكل قطاع، لكن هناك يعني مجموعة من الملاحظات فيما يتعلق بصرف الربع الأول، وهو طبعا هذا التصريح يعتبر بداية الانفراج الاقتصادي أو بداية تحسين مستوى الخدمات التي تبنت في المدة الأخيرة، بشرط أن تكون هناك آلية واضحة للصرف وفعالة دون تمييز من المناطق، وخاصة ما يخص المناطق المتضررة والقطاعات الهامة التي تخدم الناس كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والأمن. طيب، سنفصل لاحقا في تداعيات هذا الصرف، ولكن أذونات ما الذي تعنيه تحديدا؟ أذونات يعني تحويل أموال لبعض هذه الجهات اللي هي تتعلق بهذه القطاعات، وتكون يا أما على شكل مرتبات أو تكون على شكل مبالغ مالية تنصب في حسابات بعض القطاعات التي ذكرتها لكي تتمكن من الحركة وتتمكن من تقديم الخدمة الجيدة. واضح. وذلك فيما يتعلق، عندي ملاحظة بالنسبة لصرف الربع الأول الميزانية، يجب أن يستهدف يعني حصول الناس بالدرجة الأولى على المرتبات ومعاشات التقاعد بدون تأخير وفي مواقيتها، وتعزز مصداقية الدولة في جدية تحسين الخدمات والأداء. أيضا سنفصل في التوقيت الزمني الخاص بالبدء في صرف هذه المبالغ، ولكن سيد زرموح، إذا الآن البدء في منح هذه الأذونات، ما أبرز تداعياته في وجهة نظرك على الشارع الليبي؟ في البداية أحييك وأحيي السادة المشاهدين. أهلا بك. وضيوفك الكرام. أعتقد أن هذا هو الإجراء الاعتيادي انطلاقا من قرار المجلس الرئاسي رقم 5 بشأن اعتماد الترتيبات المالية طبقا للمادة 9 فقرة 6 من الاتفاق السياسي، باعتماد مبلغ للترتيبات المالية يقدر ب 6 ب 37 مليون 37 مليار و 560 مليون دينار ليبي. فتم إصدار حسب التصريحات الآن، تم إصدار التفويضات المالية اللازمة بنسبة 25%، أي بما يغطي الربع الأول من هذه السنة 2017. وتحدث السيد معتيق عن أعداد أذونات الصرف. أعداد أذونات الصرف كما أشار زميلي ضيفك الكريم هي عبارة عن كشف
نموذج ورقي تعد فيه البيانات اللازمة للصرف والمستندات، ومفق به المستندات اللازمة للصرف، اللي بعد مراجعة هذا الكشف والتأكد من صحته بيصدر الصك. فهذه الإجراءات هي إجراءات اعتيادية منصوص عليها في النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية، وأعتقد أن تأثيرها سيكون تأثيرا إيجابيا وجيدا بإذن الله. طيب لا، أنت شك تتوقع أن تأثير إيجابي في إدارتنا؟ نعتقد أنها ستكون يعني طيب، وفق الضوابط الصحيحة يعني. طيب أنت تتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي، ولكن زيد خليل هل توافق سيد زرموح في هذا الرأي؟ هل سيكون لذلك مثلا علاقة مباشرة بسعر صرف الدولار وسوق المال في ليبيا؟ بكل تأكيد، أولا تحية لك ولضيوفك الكرام، وهني الشعب الليبي بدورة الشعب دور 17 فبراير. بكل تأكيد تعتبر ما تقوم بصرفه الخزانة في ليبيا هو المصدر الوحيد للعملة، حيث وخاصة في الوقت الراهن لا توجد صادرات للقطاع الخاص توفر مصادر للدخل للاقتصاد الليبي. فبكل تأكيد هذه تعتبر نقطة انفراج في سوق التعامل الليبي بشكل عام، سواء كان على توفر السيولة أو توفر القوة الشرائية لدى المواطن وانتعاش السوق، أو بالتأثير على العملة الأجنبية. طبعا هذا تأثيره بشكل مباشر على الدولار، وانخفاض اللي حدث في الدولار هو ليس له علاقة تقريبا بهذا، ولكن هو البدء في تنفيذ الميزانية يعطي مؤشر إيجابي للمتعاملين الاقتصاديين، وخاصة الذين يقومون بطلب العملة الأجنبية لتوفير البضائع أو توفير مستلزمات التشغيل. نعم. فهم ينتظرون الآن من مصرف الليبي المركزي، فلهذا انخفض الطلب على الدولار من السوق الموازية، وانخفض بالتالي انخفض سعره. وهناك العديد من العوامل التي أعطت مؤشرات إيجابية بالنسبة للسوق في انخفاض سعره. أود أن توضيح بسيط فيما يتعلق بالتفويضات المالية والنظام المالي للدولة، حتى يكون مواطن في يعني على دراية بالإجراء أو ما حدث بالتأكيد في من وزارة المالية. هو عندما تم اعتماد ترتيبات المالية والتي هي الميزانية لسنة 2017، تصل هذه الميزانية بعد اعتمادها لإدارة الميزانية، تقوم إدارة الميزانية في وزارة المالية بإصدار التفويضات اللازمة، ويعتمدها الوزير المختص أو الوكيل، وفي هذه الحالة هو وزير المالية. نعم. ثم بعد ذلك تذهب هذه التفويضات إلى إدارة الخزانة في نفس الوزارة، حيث يتم إتمام إجراءات الصرف للتأكد من رقم بعض المستندات التي تعزز الصرف ووجهة هذه الأموال. طيب، إذن العديد من المراحل تمر بها هذه الميزانية وهذه الأذنات، ولكن سيد الجبو، ما حجم المختنقات التي تعانيها المرافق الخدمية والصحية والتعليمية حتى تكون هذه القيمة المالية المخصصة لها كافية؟ بالطبع طبعاً هذه المرافق وخاصة الصحية والكهرباء والمياه هي فيها مشاكل متراكمة، وأعتقد أن هذه الميزانية اللي هي الربع الأول سوف لن تحل المشاكل بنسبة 100%. هي طبعاً خطوة طيبة في البداية تؤدي إلى حل جزئي لهذه المشكلة، وعندما يتم صرف الجزء الثاني والثالث والرابع إن شاء الله نأمل بأن عام 2017 تشهد هناك خدمة يعني طيبة تقدم للمواطنين من خلال صرف هذه الميزانية. لكن هي في حد ذاتها هذا الربع الأول من الميزانية هناك ملاحظات، يعني يجب أن يكون هذا الصرف وفق للقطاعات الضرورية، وفق الإمكانيات المتاحة، وبطريقة اقتصادية تعتمد على تركيز الصرف والابتعاد عن المصروفات الغير ضرورية، وبطريقة شفافة، ونبذ طبعا كل مظاهر الفساد بكافة الصورة المالية والإدارية. وكذلك يعني يجب أن تجمد هذه الأموال بالفعل لمصلحة بعض الشركات التي تقوم بمشروعات تقدم خدمة مباشرة للمواطنين، وأيضا كذلك توفير مستلزمات التشغيل سواء بالنسبة إلى بعض المصانع المتوقفة أو بالنسبة لبعض المصحات أو المؤسسات التعليمية وكل القطاعات بشكل كامل. وطبعا هذا يحتاج إلى إدارة فعالة وإدارة جيدة. سنتحدث عن جزئية الإدارة وكيفية الصرف، ولكن سيد زرموح، كيف تقيم أولويات وزارة المالية عبر تحديدها لهذه القطاعات تحديدا؟
هذه الأولويات يعني منصوص عليها في القرار رقم 5 الذي اعتمد الترتيبات المالية، وهي مبوبة. يعني عندك البند الأول الخاص بالمرتبات، وسبقا أشرنا إلى أن بند المرتبات يعني أو فاتورة المرتبات فاتورة كبيرة تعادل حوالي 55% من قيمة الميزانية ككله، 37 مليار. والبقية البنود فيها جزء للدعم حوالي 6 مليار وشوية، فيها 4 مليار للتنمية سواء في البلديات أو في قطاع الطاقة الكهرباء والنفط، يعني 50% للبلديات و 50% لقطاع الطاقة. وهذا يعني أعطيت أولوية لقطاع الطاقة والنفط باعتبار أهمية القطاعين هذين أو أهمية كل من الكهرباء والنفط. أعتقد هذه الترتيبات هي ليست بقرار من وزارة المالية، وإنما هي لابد من أنها بتلتزم بما ورد في قرار رقم 5 للمجلس الرئاسي. طيب بناء على ذلك، نعم. سيد خليل، هل ترى أن حكومة الوفاق ستكون قادرة على صرف هذه الميزانية على كامل ربوع ليبيا؟ والله نتمنى ذلك. لازالت الإدارات في المجالس البلدية وفي المدن شغالة، مرافق الصحية والتعليمية وكل مرافق الوزارات أو فروع الوزارات في المدن موجودة وعندها اتصال بوزارة المالية. والآن كما ذكر الدكتور زرموح، هذه الميزانية صنفت وبوبت، وإن اضطرت في بعض الأحيان وزارة المالية بعض الدخل في بعض المناقلات بناء على رغبة وزارات المختصة، لكن أعتقد أن وزارة المالية تشتغل بإداراتها وسلمت لها هذه المبالغ وحددت، وهي الآن على يعني على تواصل مع كل مرافق كل المراقبات الخدمات في المدن لإيصال هذه الأموال، نعم. للاستفادة منها وفق ما ورد في الترتيبات المالية. طيب سيد زرموح، في وقت سابق أصدر وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق قرار يقضي بإصدار تفويضات ترتيبات المالية الخاصة بتسوية ومعالجة مرتبات المتقاعدين لعام 2017، ذلك باب آخر إذن برأيك يضاف إلى مختنقات قطاعات الصحة والتعليم؟ أعتقد أن فيما يتعلق بالمتقاعدين أن هم معاشاتهم تؤخذ من صندوق الضمان أو من يعني من المخصصات نتاع الصندوق وليست من الميزانية العامة للدولة، ما لم يكن هناك استثناء لذلك نص عليه القرار الصادر في هذا الخصوص. طيب إذا سمحت لي، أنا عندي ملاحظة على ما سبق. تفضل. بالنسبة للأثر الإيجابي للنفقات هذه أو ما يصدر من أذونات صرف يعادل ربع الميزانية، يعني نتكلم نحن على حوالي 9 مليار أو أكثر، وقلت أنه فيه يعني سيكون أثر إيجابي، لكن هذا الموضوع هذا يتعلق بإزالة المختنقات التي يعاني منها القطاع العام، الأجهزة التابعة للدولة وموظفي الدولة. الميزانية تتعلق بمصروفات الدولة، المصروفات الحكومة، ولكن هذا موضوع. لكن عندما نتحدث عن سعر النقد الأجنبي هذا موضوع ثاني. سعر النقد الأجنبي له علاقة بميزان المدفوعات، وله علاقة بما يصدر من النفط وبما يتخذ من سياسات نقدية وتجارية في هذا الخصوص. طيب بالتأكيد قد يكون له تأثير بشكل غير مباشر من خلال النفقات في الميزانية، ولكن الأثر الكبير يأتي من خلال الصادرات وميزان المدفوعات. طيب سيد خليل، هل ترى من دلالة زمنية لقرار بدء صرف أذونات الربع الأول من العام الحالي؟ هو تقريبا في الوقت المناسب، عادة في بداية كل سنة، وممكن صار بعض التأخير حتى 16 أو 15 من شهر فبراير، وكان من المفترض أنه من النصف الأخير لشهر يناير يبدأ العمل بهذه، يبدأ إعداد هذه التفويضات
وتوقيعها من قبل الوزير المختص. لو سمحتي لي عودا لموضوع ما أثر هذه التفويضات وتوقيعها على سوق العملة الأجنبية في ليبيا. أنا حاولت أن أوضح نقطة بسيطة، بالإضافة إلى صدور هذه التفويضات، هناك عمل من مصرف ليبيا المركزي لفتح مجموعة من الاعتمادات. يعني هناك مجموعة من الانفراجات حدثت خلال الأسابيع الماضية أثرت بشكل إيجابي على انخفاض قيمة العملة الأجنبية وقيمة الدولار. الطلب على العملة الأجنبية، هناك طلب حقيقي وهو من الراغبين في الحصول على العملة لتسديد نفقات دراسة أو جلب مواد خام أو بضائع للسوق المحلي. فالانفراج في الاعتمادات يخفض من الطلب على الدولار من السوق السوداء، يعني سوف يكون هناك تراجع من قبل التجار في انتظار دورهم في الاعتمادات. واضح. وعندما يقل الطلب بالتأكيد حينخفض السعر. طيب سيد الجابو، الآن وفقا للسيد خليل كان من المفترض أن يتم البدء في صرف أذونات هذه الميزانية في النصف الأخير على الأقل من شهر يناير. وفقا لذلك إذا الميزانية ستصرف على 4 أجزاء، هل ترى أن البداية في صرف أذونات هذه الميزانية خلال الربع الأول في شهر فبراير هو بداية موفقة، أم كان بإمكان حكومة الوفاق أن تتخذ قرار بشكل مبكر؟ لا، هو أعتقد أن هناك بعض الإجراءات يعني الروتينية التي لابد أن تحدث، ولهذا يعني هذا الوقت يعني كما يقال تأتي متأخرا أحسن من لا تأتي أبدا. فالبداية طبعا هي بداية طيبة، وأعتقد أن هناك وقت للحاق بهذا الركب وهو ركب تحسين الخدمات من خلال الربع الأول من هذه الميزانية. وطبعا نأمل لكل الليبيين أن لابد أن يشعروا ويحسوا بأن طرف هذا الربع الأول هو بالفعل قد جاء لخدمتهم من خلال أشياء ملموسة. لا يعني نحن الليبيين لا نريد كلام، نريد أفعال، نريد أن نرى في شهر أبريل أو في شهر مايو القادم تحسن واضح جدا في خدمات الصحية والمستوصفات والمستشفيات من خلال. طيب بالحديث على الأفعال، برأيك كيف بالإمكان تجنب تعرض صرف هذه الميزانية للعراقيل المثقلة بما يصفه المراقبون بالبيروقراطية الاقتصادية أو المالية في ليبيا؟ يجب أن تكون هناك يعني تعليمات أو هناك يعني بعض الإجراءات السريعة التي تتخذها وزارة المالية ويتخذها القطاعات المالية في كافة الوزارات لصرف هذه الميزانية بطريقة ميسرة وبطريقة صحيحة وبطريقة طبعا بعيدة كل البعد عن مظاهر الفساد أو التدمير. ويجب يعني فعلا أن يشعر بها الناس كما قلت من خلال تقديم خدمات صحية أحسن، من خلال تقديم خدمات مياه، خدمات كهرباء، يعني المشاكل التي يحس بها المواطن بشكل يومي أو في الفترة الأخيرة قد يعني تقديم هذه الخدمة. يجب أن يكون هناك تحسن يشعر به كل الناس، وبهذا تكون هذه الميزانية قد حققت الهدف الأول بتاعها وهي راحة المواطنين وتقديم الخدمة المطلوبة لهم. أما فيما يتعلق يعني بهذه الميزانية يعني من ناحية يعني تسييرية، يجب أن تقسم بشكل واضح جدا في داخل القطاع نفسه من خلال إجراءات مالية واضحة وسريعة وغير بيروقراطية يتم صرفها في البنود التي تم إقرارها من قبل هذه القطاعات بشكل واضح جدا. وأما فيما يتعلق بموضوع المستلزمات التي يجب توفيرها من الخارج، فهناك طبعا هذا الموضوع هو طبعا يتحمل مسؤولية مصرف ليبيا المركزي في حالة التحويلات أو فتح الاعتمادات المستندية لهذه القطاعات في أقرب وقت. يعني وطبعا بوجود الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة وجهاز الرقابة، يعني أن طبعا يكونوا طبعا مشرفين على هذا العمل أو يكونوا طيب. العمل طبعا اللي هو موضوع الصرف يكون تحت رقابتهم، وبالتالي نتجنب أي مشاكل أو تبذير أو فساد يحدث في هذه الميزانية. طيب سيد زرموح، هل تعتقد أن يكون هنالك أي دور أو تعاون بين حكومة الوفاق والمجالس البلدية لتذليل هذه المعوقات المتعلقة بالبيروقراطية المالية والاقتصادية في ليبيا؟
إذا سمحت لي في البداية أنه أنا الحقيقة أني لست معترضا على فكرة البيروقراطية. البيروقراطية يعني هي روتين إداري ومكتبي لابد من اتباعه لغرض تحقيق الأداء، ولكن أحيانا التراخي أو التقاعس من بعض الموظفين ربما هذا هو المشكلة. اما 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 ان احنا ننبذ البيروقراطيه يعني بمعنى ان نتحول الى الارتجال فذلك خطا كبير، وانا اعتقد ان البلديات ينبغي ان تتعاون تعاونا كبيرا وتاما مع وزاره الماليه، وكذلك الوزارات الاخرى ينبغي ان تتعاون من اجل الاسراع في الانجازات، ولكن دون اي ارتجال دون اي اخلال باللوائح والقوانين، لان هذا الاداء الجيد هو الأداء الذي يحترم ويلتزم بالقوانين واللوائح. طيب نعم. سيد خليل، بدورك هل ترى أن المجالس البلدية قادرة على الإشراف والتعاون في صرف هذه الميزانيات؟ هي هنا تكمن نقطة التخوف أو يكمن الإجابة على سؤالك، هل ستتعرض هذه الميزانية لعراقيل؟ أعتقد من جانب وزارة المالية سوف لن تكون هناك عراقيل، حيث أن الميزانية اعتمدت والتفويضات تسير بشكل طبيعي، لكن يظل إصدار أذونات الصرف مرهون بمدى إنجاز المجالس البلدية أو المراقبات سواء كانت تعليم أو صحة أو مرافق صحية أو مرافق تعليمية لأعمالها، حيث أن سواء كان كما شار في البيان في وزارة المالية أن الوزير طلب من بعض الجهات إنهاء إرسال البيانات الكافية عن الموظفينهم، يبدو أن هناك بعض الجهات لم تستوفي البيانات. هنا يكمن الخطر، هناك بعض المجالس قد تتقاعس وقد تكون لا تنجز المطلوب منها من تنفيذ الأعمال، وبالتالي سوف لن تكون لها حقية في صرف هذه الأموال. وكما شار الدكتور لا يتم الصرف جزاف، ولكن يتم الصرف وفق قانون مالي ووفق إجراءات ووفق معايير لتنفيذ الأعمال. طيب يعني هذه الإجراءات سيد الجبو، اسمح لي أن أختم معك وفي إجازة لو سمحت، هل تعتقد أن حكومة الوفاق أعطتها الاهتمام المناسب قبل البدء في صرف أي من الميزانيات؟ طبعا هي بالنسبة للإجراءات هي موجودة في القانون المالي للدولة، يعني يجب أن تتبع هذه الإجراءات، لكن بطريقة سريعة وبطريقة يعني تكون ميسرة حتى يتم إنجاز هذه الخدمة في وقتها. ليس هناك طبعا فائدة في حالة أن هذه الخدمة تتأخر، طبعا هذا حيؤدي إلى تملل الناس وإلى عدم يعني حتى ثقتهم في هذه الميزانية. وبالتالي يعني الموضوع هو كله يتلخص في أن يجب أن يكون هناك ناس مختصين في موضوع الصرف، وأن تتم عن طريق طبعا البلديات هي أحد آليات الدولة في توسيع هذه الخدمات، وبالتالي البلديات لها دور في تحريض أو في الإشراف على الجهات مثلا الصحية. هل ترى أن هذه البلديات تتمتع بالصلاحيات الكافية لممارسة هذا الدور؟ نعم، أعتقد وفق القانون رقم 58 أعتقد أن هي لديها صلاحيات، ويجب أن تتابع عمل في كل بلدية أن تتابع مرافقها الصحية والتعليمية والأمنية والكهرباء والمياه، طبعا هذا من أولوياتها يعني، وأن تشرف على عمل، إلا في حالة أن هناك مركزية في بعض الأشياء مثلا كالمياه والكهرباء، طبعا هذا موضوع آخر يتطلب التنسيق بين هذه الجهات المركزية اللي تشرف على موضوع الكهرباء والمياه وبين البلدية في داخل البلدية عندما تقدم الخدمة في داخل البلدية، مثل مشروعات الصرف الصحي أو غيرها يعني، أو بعض المختنقات اللي هي في بعض محطات الكهرباء أو إلى غيره. ولكن طبعا في النهاية يجب تعاون كل الجهات هذه مع هذه البلدية، لأن في النهاية الهدف هو واحد، وهو تقديم خدمة أفضل لهذا المواطن اللي طبعا تعد في المرحلة الأخيرة وعنده مشكلة، فطبعا يكفيه مشكلة السيولة ومشكلة الغلاء، فلا نريد أن نشغل المواطن ببعض الأشياء الأخرى، الخدمات يجب أن تقدم له بشكل ميسر وعنده طيب. حاجة. طيب أعذرني يا سيد الجبو في آخر دقيقة من هذا الوقت أن أختم معك، أنت سيد زرموح، هل ترى أن البلديات تتمتع بالصلاحيات الكافية حتى تمارس هذا الدور وتبدي تعاونها مع حكومة الوفاق في صرف الميزانيات؟
اعتقد ان الصلاحيات منصوص عليها في قانون الحكم المحلي، ولكن البلديات هي لا تملك كل شيء ولا تملك كل الصلاحيات، هي تملك الصلاحيات في اطار اختصاصها. ولكن هناك كما تفضل زميلي الضيف السابق الاستاذ وحيد، هي فيما يتعلق بالاجهزه المركزيه هي تتبع الحكومه، يعني تتبع الوزاره، يعني تتبع الوزاره المختصه، وبالتالي كل اختصاصه، واعتقد ان في اطار الاختصاص كل يملك الصلاحيات الكافيه. طيب على الارض هل ترى ان حكومه الوفاق كان عليها ان تهتم بشكل اكبر بمساله تفعيل جهات الاختصاص، جهات المراقبه، حتى تضمن مستقبلا اي ميزانيه تصرفها ان تذهب الى وجهتها الصحيحه؟ أعتقد التشريعات النافذة تضمن ذلك، هي لا تحتاج إلى تشريع جديد، هي تحتاج إلى احترام وتفعيل التشريعات النافذة فقط، يعني ليس على حكومة الوفاق أن تصدر أي تشريع جديد. أشكرك، بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من خبر وبعد. نشكر ضيوفنا، كان معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة عمر زرموح، وعبر سكايب من جنيف الباحث في الشأن الاقتصادي رجب خليل، وعبر الهاتف من طرابلس الخبير الاقتصادي وحيد الجبو. أشكركم مشاهدينا على كرم المتابعة، تقبلوا تحياتي ودمتم في أمان الله.